بيان ثوار بني جمرة باعتصام الجماهيري هم مخلدون من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى محبه ومنهم من ينتظر وما بدا بالتبديل لقد اشترى الله جل وتبارك من الشهداء الابرار انفسهم لأن لهم الجنة فكان وعده حقا عليهم فأنعمهم بمراتب الصديقين والصالحين ففازت تجارتهم تلك وأوتوا أجرا عظيما فافخروا يا أولياء الدم العظماء بالبيع الذي بايع فيه أبناؤكم في سبيل الله ومرتبة الشرف الكبيرة التي اصطفاها لهم على عباده المخلصين فرحين بما آتاهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون شهداؤنا هم بالفعل عظماؤنا وقادتنا الأبرار هم المشاة التي تضيء الطريق ذات الشوكة الذي ارتضيناه نحو الانتصار وإبادة الطغيان الخليفي وإقامة دولة الحق والعدالة وإننا لنفخر أن أخوة الدرب الشهيدين علي الصفار وفاضل عباس قد نالوا من بين خيرة شباب بلدة بني جمرة المرابطة لمنزلة شرف الشهادة وعطاء الحرية استطاع الشهيدين أن يخلفوا وراءهما أثرا خالدا ومؤثرا في مسيرة التغيير نحو بحرين بلا آل خليفة فصانا بإخلاصهما ودمائهما العبيطة استمرار بقاء الثورة المجيدة التي ستكلم بالنصر إن شاء الله ونحن ثابتون على هذا اليقين حتى يمكن الله لنا في الأرض ونري آل خليفة وآل سعود وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون إننا ثوار بلدة بني جمرة من خلال هذا الاعتصام الجماهيري نجدد الولاء والعهد للشهداء الأبرار بالإصرار على المطالبة بالقصاص من القتلة الخليفيين المجرمين فلن يهدى لنا بال أو يصل لنا عيش حتى تحقيق ذلك من خلال إسقاط عصبة الإجرام الغاصبة صادر عن ثوار بلدة بني جمرة 26 أغسطس 2014